السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زون فيفا. في هذا الفيديو سنشرح لكم أهم وأفضل خمس مهارات فيفا 2017 بعد تجربة هذه المهارات أو مشاهدة كل مباريات فيفا ومسابقات فيفا. ففي كل مباراة أجد أن هذه المهارات مستعملة من قبل المحترفين في فيفا 2017 لتسجيل الأهداف أو للمراوغة. قبل أن نبدأ الشرح أطلب منكم الآن الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. نريد أن نصل إلى أكثر من 500 لايك لهذا الفيديو وأنا متأكد أننا سنصل، لذلك تنتظركم العديد من الشروحات المميز. مهارة ديربا سبين أو الدوران بكامل الجسم والكرة لمراوغة المدافع. طريقة التنفيذ كما ترون سهلة جدا، ويوجد نوعان من هذه المهارة. هذه المهارة تساعد بشكل كبير جدا على تسجيل الأهداف. أيضا هذه المهارة معروفة من أيام فيفا 2017، ولا يزال العديد من لاعبي فيفا 2017 يعتمدون على هذه المهارة للتسجيل وللمراوغة كما ذكرت لكم. النوع الثاني من هذه المهارة وهي سبين العادية لكن بنفس الخصائص ولها بعض المميزات الأخرى. من أهم مميزات هذه المهارة هي أنها تقوم بتحويل توجه اللاعب لمراوغة المدافع. كما قلت لكم تساعد على فتح زاوية التسديد وتغطي المدافعين، وتستعمل بشكل كبير جدا لتسجيل الأهداف. أي أن هذه المهارة مهمة جدا لتسجيل الأهداف. والآن ننتقل إلى أشهر مهارة مستعملة في فيفا 2017 وأهم مهارة، وهي الفيك شوت أو الركلة المخادعة. طبعا لا تحتاج إلى أي شرح للخصائص سوى أن هذه المهارة مهمة جدا للتسجيل وللمراوغة. المهارة التالية وهي البودي فانت، من أفضل المهارات في فيفا 2017، وهي مهارة فعالة جدا ومستعملة جدا من قبل اللاعبين في فيفا 2017 سواء اللاعبين العاديين أو المحترفين، وتساعد كثيرا على المراوغة. كما أن هذه المهارة تساعد بشكل كبير على التسجيل إذا كنت داخل المنطقة. المهارة التالية هي مهارة تحريك الكرة بشكل دائري. هذه المهارة مفيدة جدا خصوصا إذا كنت في وضعية هجوم ويوجد العديد من المدافعين. ستستدرج المدافعين للخروج من المنطقة عبر هذه المهارة، ثم ستقوم بمراوغة اللاعبين وتسجيل الأهداف. هذه المهارة أيضا تستعمل من قبل العديد من لاعبي فيفا 2017 وتعتبر من أهم وأفضل المهارة. ستجعلك هذه المهارة تسجل أهداف جميلة وفنية. والآن وصلنا إلى المهارة الجديدة في فيفا 2017 وهي المراوغة بالظهر. هذه المهارة مستعملة بشكل كبير جدا في فيفا 2017 وتساعد على التسجيل والمراوغة، ومن أفضل المهارات الجديدة التي تم إضافتها في اللعبة. أتمنى أن يكون قد أفادك هذا المقطع وأعجبك. ضع في تعليق إن أردت أن أنزل شرح للمهارات الجديدة في فيفا 2017 التي تم إضافتها فقط في هذا الجزء، وضع في تعليق ما هي أفضل مهارة أعجبتك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وبعد وصولنا إلى أكثر من 500 لايك سأقوم بتنزيل الشرح القادم. أراكم في شروحات أخرى إن شاء الله.